بجد تحية بحضراتكم مرة تانية. عايز أروح لموضوع مهم كان أثير خلال الأيام اللي فاتت، وهي خسارة شباب النادي الأهلي من شباب الزمالك 3-0. لكن إحنا هنا في برنامج الأشبال مش هنقول مبررات، لكن عايز أعرف كل جمهور النادي الأهلي كيف يدار فريق شباب الأهلي. فريق شباب النادي الأهلي لما بنتكلم عن القايمة بتاعت اللاعبين، القايمة مفروض تبقى 30 لاعب، قايمة شباب النادي الأهلي 27 لاعب. دايما بيتساب 3 أماكن للفريق الأول تحسبا لو النادي الأهلي أبرم صفقات في بداية الموسم أو في انتقالات يناير، فبتسيب أماكن دايما، ما ينفعش تقفل القايمة ل30، فدايما بتسيب 3 أماكن للفريق الأول علشان لو النادي الأهلي تعاقد مع أي لاعب ممكن يدخل على طول، طبعا بيكون تحت السن 97، يدخل على طول في قايمة شباب النادي الأهلي وما ياخدش مكان في الفريق الأول. فدايما قايمة فريق شباب النادي الأهلي على مر السنين دايما بتبقى 27 لاعب. طب عايزين نشوف ال 27 لاعب يعني اللي موجودين داخل شباب النادي الأهلي، ايه السياسة اللي عملها مجلس الإدارة علشان دايما بنبني وبنفكر في المستقبل. دايما النادي الأهلي ما بيفكرش في مباراة واحدة، لا دايما بنفكر في الفريق الأول ونفكر في المستقبل، وبعد كده بيجي ان احنا نفكر في البطولة اللي احنا بنلعب فيها. أول حاجة عندنا محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الأهلي معار إلى جمهورية شبيل. عندنا انتقالات تمت في بداية الموسم بعد كده في يناير للجونة، وما شاء الله محققين نجاحات مميزة جدا وواضحة للجميع في الجونة شباب النادي الأهلي. هنبتديها مع عمر رضوان حارس مرمى الجونة، وأحمد حمدي، أحمد ياسر ريان الجزار، أكرم توفيق برضو أكرم والجزار مواليد 97 متسجلين في فريق شباب الأهلي، وعمر سعداوي، دول انتقلوا إلى الجونة. عندنا كمان الاتحاد السكندري ما شاء الله عمار حمدي، عمار حمدي المتألق وراح منتخب مصر الأولمبي وكمان انضم لمنتخب مصر الأول، وعندنا فوزي الحناوي. هنروح لسموحة، سموحة عندنا كريم يحيى باك رايت. هنروح لنجوم اف سي عندنا اللاعب أحمد حاتم باك ليفت. هنروح للإنتاج الحربي محمد حسين عضل. ما شاء الله كل أندية الدوري الممتاز أو معظم أندية الدوري الممتاز فيها انتقالات من فريق شباب النادي الأهلي اللي قوامه 27 لاعب. طيب نشوف مين مسجل في الفريق الأول ودايما بيشارك مع الفريق الأول ومن العناصر الأساسية برضو من فريق شباب النادي الأهلي. عندنا كريم ندفد، عندنا ناصر ماهر، عندنا رمضان صبحي، صلاح محسن، والمصاب إن شاء الله اللي بتمنى له يرجع سريعا محمد محمود لاعب وادي دجلة. فاحنا بنتكلم في حوالي 17 لاعب من قوام 27 لاعب، دي قائمة فريق شباب النادي الأهلي 17 لاعب. كمان عندنا لاعب اسمه مصطفى صبحي كان موقوف في مباراة الزمالك، فبنتكلم في 18 لاعب. 18 لاعب من 27 لاعب، يتبقى 9 لاعبين. 9 لاعبين دول اللي راح بيهم النادي الأهلي أو بيخوض بيهم النادي الأهلي الدور الثاني في دوري شباب الجمهورية مواليد 97. كان موجود في أرض الملعب حوالي 3 أو 4 لاعبين مواليد 97، لكن قوام فريق شباب الأهلي هتلاقوه من 99، هتلاقوه من 2000، هتلاقوه من 2001 وكمان من 2002. ده فريق شباب النادي الأهلي اللي خسر من نادي الزمالك 3-0. زي ما بقول لحضراتكم، النادي الأهلي ما بيشتغلش على مباراة، النادي الأهلي بيبقى ليه هدف كبير هو الفريق الأول، وبعد كده بتأتي البطولة. اللي أنا عايز نشوف مع حضراتكم ترتيب جدول المسابقة والنادي الأهلي في أي مكان ونادي الزمالك في الترتيب الكام. بنستعرض مع حضراتكم دلوقتي ترتيب فرق دوري الجمهورية مواليد 97. النادي الأهلي ما شاء الله في الصدارة، لعب 25 مباراة، فاز في 21، تعادل في 3 ماتشات، ودي أول هزيمة للنادي الأهلي من مشوار البطولة. 57 هدف أقوى خط دفاع، وعليه 16 هدف في الصدارة ب 66 نقطة. يأتي مصر المقاصة في المركز الثاني ب 56 نقطة، النادي الأهلي ب 66 نقطة في الصدارة، ومصر المقاصة ب 56 نقطة في المركز الثاني، يعني فارق 10 نقاط عن المركز الثاني. طلائع الجيش طبعًا في المركز الثالث، بيراميدز في المركز الرابع، والإسماعيلي في المركز الخامس، السادس إنبي، والسابع المقاولين العرب، والثامن بتروجيت، والتاسع حرس الحدود. الزمالك في المركز العاشر وتساوي مع نجوم اف سي اللي في المركز ال11.
و12 وادي دجلة و13 سموحة والاتحاد 14 و15 انتاج الحربي و16 الجونة و17 المصري و18 الداخلية. لو احنا بس عايزين نشوف المقارنة هنشوف النادي الأهلي اللي بيلعب بولاد صغيرين مواليد 99 و2000 و2001 و2002 دايما هدف النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم دايما عندنا للفريق الأول وازاي تعمل سياسة ناجحة يبقى بتعد لاعب للفريق الأول في السنوات اللي جاية وعينك برضو على البطولة. فما شاء الله احنا ماشيين في السكة في السكتين عينينا مش زي ما حد بيقول ان احنا يعني خسرنا مباراة لكن هي دي كواليس الخسارة اللي عايز يعني افكر الناس بيها او عايز اوضحها للناس. والنادي الاهلي كمان ما شاء الله بنشكر وبنحيي الجهاز الفني كابتن عمرو انور وقبليه كابتن عادل عبد الرحمن على النتائج ما شاء الله المميزة اللي عملها في فريق شباب النادي الاهلي. وبالمناسبة خلاص متبقي حوالي 9 مباريات يعني النادي الاهلي ان شاء الله ممكن بعد 4 مباريات كمان نلاقيه حسم دوري شباب الجمهورية. هروح دلوقتي لتقرير مهم دايما